وسنتجه معكم إلى محطتنا مع الحدث. مع الحدث. الحدث حدثنا المؤتمر الدولي الثاني لتقنيات التطبيقية في مجال المعلومات والاتصالات، يعتبر مستمعينا طبعا قطاع تقنية المعلومات والاتصالات أحد أهم القطاعات البحثية، لما له من دور مؤثر في تطوير مختلف القطاعات الأخرى وتأثيره على الحياة والسلوك الإنساني وتقديم الخدمات للأفراد والمؤسسات. كلية الشرق الأوسط تقوم بتنظيم هذا المؤتمر الدولي الثاني، والذي يهدف من خلال مشاركة المتحدثين الرسميين وأوراق العمل المختلفة إلى مجموعة من الأهداف المهمة سنتطرق إليها من خلال التواصل المباشر مع الحدث، ووجود الزميل حمد الحبسي حاليا في كلية الشرق الأوسط لتغطية هذا الحدث. حمد صباحك خير، أهلا بك. صباح الخير سهى، وصباح جميل لجميع المستمعين. الله يعطيك الصحة والعافية. بدأت الجلسات، جلسات العمل في المؤتمر حاليا سهى، يعني في الاستعدادات النهائية لانطلاق هذا المؤتمر وافتتاح إن شاء الله الرسمي في تمام إن شاء الله الساعة 9 هنا تحت رعاية معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات. هذا المؤتمر كما ذكرت سهى اللي هو يعني تضمن العديد من الجوانب المتعلقة بالتقنيات والاتصالات وكذلك المعلومات التقنية والتكنولوجيا، تفاصيل عدة لهذا المؤتمر، وكذلك يعني مشاركة واسعة من هنا من السلطنة وخارج السلطنة سنتعرف عليها مع المستمع الكريم من خلال لقائي الدكتور نزار البصام وهو عضو هيئة التدريس هنا بالكلية ومن منظمي المؤتمر. دكتور نزار، بداية أرحب بك في هذا اللقاء الصباحي عبر برنامج صباح الشباب، ونعرف المستمع الكريم عن هذا المؤتمر وكذلك يعني أهميته بالنسبة لقطاع التكنولوجيا والمعلومات هنا بالسلطنة. في البداية صباح الخير لجميع المستمعين الكرام، نرحب بكم في مؤتمرنا الثاني للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا المؤتمر ينعقد إن شاء الله خلال مدة يومين، اليوم وغدا إن شاء الله، ورح تستعرض في أثناء هذا المؤتمر راح تستعرض هناك عدة فعاليات بصراحة، منها استعراض أوراق العمل ومنها ورش عمل كذلك، وكذلك هناك كلمات من بعض الأساتذة من مختلف أنحاء العالم. دكتور نزار، يعني مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، أهم المجالات التي سيركز عليها المؤتمر إن شاء الله؟ لا يخفي علينا أنه التكنولوجيا المعلومات والاتصالات الآن في كل مجال صغير وكبير في حياتنا، لكن بشكل عام مشاهد المؤتمر تحتوي على كثير من المواضيع، من ضمنها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصناعة، تكنولوجيا من المعلومات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجال الرعاية الطبية، وبالإضافة إلى أيضا هناك بعض الورش التي لها صلة بهذه الموضوع. دكتور نزار، يعني بالنسبة لأوراق العمل، أنا حسب ما عرفت بأن أنتوا استقبلتوا مجموعة كبيرة من أوراق العمل وتم تمحيص هذه الأوراق وكذلك اختيار يعني مجموعة كبيرة منها لتقديمها خلال يومين. عدد الأوراق العمل المقدمة وأهمها؟ والله هي عدد كبير احنا استقبلنا، وهذه عملية اختيار أوراق العمل تتم عبر عملية مراجعة مدققة ومن أكثر من مدقق ومن مختلف أنحاء العالم. أهم أوراق العمل كما خبرتكم سابقا تتناول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال معالجة الصور، مجال الرعاية الصحية، مجال التعليم والتعلم، ومجال الاتصالات، ومجال الكلاود كومبيوتينج أو بالإضافة إلى كما خبرنا أنه تقنية المعلومات والاتصالات في حتى كيفية تعليم الطالب وكيفية إلقاء المعلومة للطالب تحديدا كذلك.
الدكتور يعني حسب ما عرفنا كذلك ان يعني من خلال اوراق العمل والمشاركين من الباحثين والدارسين مجموعه كبيره من الباحثين العمانيين والدكاتره سيشاركوا ان شاء الله في اوراق العمل، يعني كم عدد الباحثين وكذلك الاوراق المقدمه منهم هنا؟ تقريبا اكثر من 20 من مختلف الكليات وجامعات السلطنه، من جامعه السلطان قابوس، من كليه ابري، من الكليه التقنيه. دكتور اخيرا بالنسبه لمثل هذا المؤتمر، بالنسبه يعني اهميته ما بعد المؤتمر، كيف ترى يعني خروج نتائج هذا المؤتمر كذلك لخدمه الجانب التكنولوجي بالسلطنه، وخاصه ونحن نعيش حاليا يعني الحكومه الالكترونيه هنا بالسلطنه، فمن وجهه نظرك كمشارك وكذلك يعني من منظمي هذا المؤتمر، كيف سيخرج هذا المؤتمر لخدمه هذا المجال؟ والله احنا في نهايه المؤتمر سوف تقوم هيئة النشر أزور، وهي معروفة علمياً بعملية توثيق البروسيدينج لهذا المؤتمر، وسوف تكون موجودة على موقعهم كذلك كنتيجة من نتائج هذه المؤتمر، هذا المؤتمر إن شاء الله. أما تأثيره فسيكون عبر استمرار الباحثين في هذه المجالات في التطور والبحث واستكمال ما بدأنا بإذن الله تعالى. إن شاء الله دكتور نزار البصام وعضو هيئة التدريس بكلية الشرق الأوسط ومن منظمين المؤتمر، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذا المؤتمر والخروج إن شاء الله بالنتائج المرجوة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا مرة أخرى لهذه الفرصة. سهى حقيقة نعم. يعني من خلال ما ذكر الدكتور بأن يعني مضامين عدة ستتضمن هذا المؤتمر، ولعل يعني الجانب الجميل مشاركة الباحث العماني في هذا المؤتمر الدولي من خلال يعني مجموعة من الدكاترة والأساتذة المختصين في مجال تقنية المعلومات من هنا من مختلف المؤسسات التعليمية في السلطنة كجامعة سلطان قابوس وغيرها من المؤسسات، وهذا بحد ذاته سيثري هذا المؤتمر الدولي بالعديد من الجوانب إن شاء الله التي هي تخص هنا المجتمع المحلي وكذلك تخص الحكومة الإلكترونية بالسلطنة. نتمنى التوفيق إن شاء الله لجميع المشاركين في هذا المؤتمر وبداية موفقة إن شاء الله لفعاليات هذا اليوم. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للجميع، ويحقق هذا المؤتمر بإذن الله تعالى أهدافه، المؤتمر الدولي الثاني للتقنيات التطبيقية في مجال المعلومات والاتصالات. زميل حمد الحبسي من موقع حدث كلية الشرق الأوسط، شكرا جزيلا على هذه التغطية في صباح الشباب. شكرا سهى، ومتواصلين بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا، شكرا، نتمنى كل التوفيق لشبابنا في هذا المؤتمر وإن شاء الله في كل الفعاليات، ونأمل أن نغطيها من خلال فقرتنا مع الحدث.